السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي رؤية. العديد من المبادرات اللي أطلقتها الدولة منذ عدة سنوات من أجل دعم الاقتصاد ورفع مستوى أدائه في إطار اهتمامها بهذا القطاع الحيوي والمهم، ولعل واحدة من أهم تلك المبادرات التي أطلقت هو تأسيس بنك قطر للتنمية الذي دعم العشرات من المشاريع الوطنية للإسهام في دفع عجلة التنمية الاقتصادية للبلد. عن هذا البنك ودوره الحيوي في تحقيق الرؤية الوطنية الشاملة ينضم إلينا في استديو برنامج رؤية السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية. سيد عبد العزيز، يا مرحبا بك في برنامج رؤية، ومبارك لنا ولك بمناسبة اليوم الوطني. يا مرحبا فيك يا أبو ربيع، وحياكم الله ومشكورين على الاستضافة. الله يحييك. ناصر، بداية كل سنة أو لما نجي لفترة اليوم الوطني، اليوم الوطني فرصة لمراجعة أنفسنا، مراجعة ماذا قدمنا لبلادنا قطر في مختلف المجالات، ولعل القطاع الاقتصادي هو من أهم القطاعات الحيوية والمهمة التي من المهم أن نراجع أنفسنا فيها. أهم الأمور التي يجب أن نستحضرها في هذه الفترة، خاصة ونحن نعيش أجواء احتفالات، أجواء فخر، أجواء بالفرحة بالإنجازات التي نعيشها في بلادنا قطر. صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. كم في البداية أخوي صباح، اسمح لي أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى سمو نائب الأمير وسمو الأمير الوالد، وإلى الشعب القطري والمقيمين على هذه الأرض الطيبة. هو من الصحيح والواقع أن احنا في كل سنة في نهاية السنة وبالتحديد في اليوم الوطني نراجع مش فقط الحسابات، نراجع الإنجازات وأين نقاط التطوير أيضا. كم بنك قطر للتنمية منذ إطلاقه في سنة 97 كبنك قطر للتنمية الصناعية برأس مال كان متواضع في ذلك الوقت، كان 200 مليون ريال قطري. الهدف الأسمى للبنك كان هو دفع عجلة التنمية الاقتصادية عبر المجال الصناعي وزيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية عبر المجال الصناعي. جميل. تطور البنك مع تطور الاقتصاد القطري، وصلنا سنة 2008 وزاد رأس مال البنك إلى 10 مليار ريال قطري، وزادت القطاعات اللي يدعمها بنك قطر للتنمية من مجرد قطاع صناعي إلى قطاع تعليمي صحي، قطاع السياحة، الثروة السمكية، الثروة الزراعية، والثروة الحيوانية. زاد أداء البنك خصوصا في العشر سنوات الماضية، وزادت منتجات البنك المتنوعة والمختلفة، منها منتج الضمين لزيادة أو سهول إيصال التمويل لرواد الأعمال والقطاع الخاص القطري، منها زيادة التمويل المباشر، منها الوصول للأسواق سواء كانت أسواق محلية أو أسواق عالمية. ونوع البنك مختلف منتجاته مثل حاضنات الأعمال المختلفة والأكسلريشن بروجرامز أو نظام تسريع مساهمة القطاع الخاص القطري. إحنا كل نهاية سنة طبعا إحنا عندنا رؤية واضحة في بنك قطر للتنمية تتوائم مع رؤية قطر الوطنية 2030 وتنسجم مع الاستراتيجية الوطنية. إحنا اليوم الحمد لله الحكومة الموقرة وكل القطاعات في دولة قطر تعمل حسب استراتيجية واضحة. في استراتيجية 2011-2016 والآن إحنا في استراتيجية 2017-2022. فبنك قطر للتنمية جزء من هذه المنظومة، يعمل لخدمة رواد الأعمال القطريين، زيادة مساهمة القطاع الخاص القطري. وفي نهاية كل سنة إحنا نراجع أهم الإنجازات في ثلاث محاور أساسية: محور الوصول للتدريب والمعلومات اللازمة لرواد الأعمال والقطاع الخاص القطري، محور الوصول للتمويل، ومحور الوصول للأسواق سواء كانت أسواق محلية وأسواق عالمية. والكل عارف مثل ما أنت ملاحظ طبعا أخوي صباح أن قطر قبل 5 يونيو تختلف عن قطر بعد 5 يونيو. بالتأكيد. فإحنا نقطة مهمة بالنسبة لنا مسألة 5 يونيو وكيف زيادة فاعلية القطاع الخاص القطري وإيصاله إلى القدرة على تحقيق الاكتفاء المحلي والاستقلال الاقتصادي حسب توجيهات سيدي سمو الأمير الله يحفظه في كلمة الصمود. نعم نعم. بالفعل أبو ناصر، يعني إحنا لما نتحدث عن كلمة سمو الأمير الله يحفظه في خطاب الثبات، لما تكلم عن أن قطر قبل 5 يونيو تختلف عن قطر ما بعد 5 يونيو، هي فرصة لمراجعة أنفسها، فرصة لمراجعة السياسات التي وضعتها الدولة، وبالفعل إحنا نرى إنجازات
وأمور كثيرة تحققت في هذه الفترة، وإحنا مؤمنين ونتفق مشاهدينا الكرام بأن هذا الحصار أو هذه الأزمة التي مرت فيها دولتنا قطر هي خير لبلادنا قطر، نفس ما قال سمو الأمير الله يحفظه بأن رب ضارة نافعة، وإحنا نشعر ونستشعر هذا الشيء لما نشوف الإنجازات الكبيرة التي تحققت خلال هذه الفترة، وكانت فرصة لنا لبذل المزيد من الجهد، لبذل كل ما نبذل من جهد وأيضا وقت والتزام وجد واجتهاد للوصول بقطر إلى مصاف الدول المتقدمة. أبو ناصر، في بنك قطر للتنمية كان لكم دور مهم في الحصار في هذه الأزمة، قدمتوا أمور كثيرة، ودنا نتحدث عن تأثير هذا الحصار والأمور التي دفعكم للقيام بها في بنك قطر للتنمية في هذه الفترة. أخوي صباح، يمكن رب ضارة نافعة مثل ما تفضل سيدي سمو الأمير الله يحفظه في كلمة الثبوت والصمود. إحنا اليوم نتكلم عن تحقيق جزء من الاكتفاء الذاتي. يمكن كان في كلمة من فترة لمعالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة الثاني أيضا، ووضح فيها أن قطر دائما تواصلت مع السوق المحيط بمبدأ السوق المشترك، والبست يوتيلايزيشن اوف ريسورسز أو أفضل استخدام للموارد. لذلك إحنا يمكن في اعتماد كان على بعض المنتجات التي تصدر أو تكون من الدول الشقيقة، لكن اليوم إحنا نشوف أن إحنا قادرين بشكل كبير، والقطاع الخاص القطري قادر بشكل كبير على إنتاج العديد من المنتجات القطرية. وأحب أضرب مثال، يمكن إحنا عندنا في بنك قطر للتنمية في وكالة قطر لتنمية الصادرات، نعم، اللي أطلقها أيضا سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظه الله ورعاه عندما كان وليا للعهد في تاريخ 4/1/2011 في معرض صنع في قطر. هدف وكالة قطر لتنمية الصادرات اللي هي الذراع التصديري لبنك قطر للتنمية زيادة الصادرات غير النفطية من القطاع الخاص القطري، ورأينا أن بعد إطلاق الوكالة زادت حجم الصادرات غير النفطية من سنة 2011 إلى نتكلم 2017 بما يتجاوز 40% سنة على سنة. المنتج القطري والحمد لله من واقع تجارب، من واقع احتكاك في معارض دولية ومع المشترين عبر التريد ميشنز اللي ناخذ فيها المصدرين القطريين للأسواق العالمية، قادر على المنافسة وقادر على الدخول الأسواق العالمية. الفعل. لما حصل الحصار الجائر على دولة قطر، بنك قطر للتنمية عملنا في البنك سيتويشن روم، أو خلنا نقول غرفة عمليات. اللي عملناه في هذا السيتويشن روم إن إحنا رأينا ثلاث معطيات رئيسية أيضا. رأينا ما هي الشركات القطرية التي تعتمد على دول الحصار في المواد الأولية، وكيف من الممكن أن نوفر مواد أولية مختلفة من دول أخرى لتلك الشركات. وفي كثير من الأحيان لقينا بأن بعض المنتجات القطرية متشابهة أو بعض المواد اللي تستهلك متشابهة. فعملنا شيء يسمونه البالك بيرتشيسينج، اللي جمعنا عدد الطلبات اللي تشتريها الشركات القطرية للشراء من تلك الشركات أو من موردين المواد الأولية مع بعض، على أساس يكون عندهم إيكونومي في سكيل أو قدرة على المنافسة. رأينا أيضا الشركات القطرية التي لديها بعض الفواتير المتعطلة في دور الحصار، فتدخل بنك قطر للتنمية لضخ التمويل اللازم لتلك الشركات لاستمرارية عجلة الكاش فلو في الشركات. النقطة الثالثة أيضا كانت الأسواق، بمعنى أن في بعض الشركات القطرية كانت تعتمد على أسواق دول الحصار بشكل كبير. صحيح. بنسبة تصديرية أحيانا تصل إلى 60-70%، فنوعنا أيضا في محفظة التصدير لتلك الشركات عبر فتح أسواق مختلفة لتلك الشركات. عدد الشركات القطرية اللي حصلت على العديد من الخدمات عبر غرفة العمليات في بنك قطر للتنمية تجاوز 550 شركة، ولقينا بأن أيضا القطاع الخاص القطري هب إلى سد الاحتياجات المحلية. فمن هذا المنطلق أيضا بنك قطر للتنمية نظم معرض اشترى المنتج الوطني 1، واشترى المنتج الوطني 2، واشترى المنتج الوطني 3. الهدف من تلك المعارض كان هو ربط السوق المحلي، العرض بالطلب، لأن لقينا بأن هنالك طلب من قبل بعض الجهات الحكومية وبعض الجهات في القطاع الخاص الكبرى والمنتجات القطرية الموجودة والمتوفرة على أرض الواقع. صحيح. وأيضا لتوضيح الفرص للقطاع الخاص القطري، اشترى المنتج الوطني 1 شاركت في أكثر من 70 شركة قطرية، وكان في أكثر من 150 مشتري قطري، وصار الحمد لله توقيع عدد من الصفقات تجاوز 300 مليون ريال قطري. جميل. اشترى المنتج الوطني 2 حصل بالتعاون مع الهيئة العامة للأشغال، مشكورين صراحة على هذا التعاون، وتم إطلاق فيه برنامج اسمه تأهيل
ولزيادة دخول الشركات القطرية لكي يكونون من ضمن الشركات المعتمدة لتزويد الخدمات لشركة أشغال. اشترى المنتج الوطني 3 حصل بالتنسيق مع كهرماء. الهدف من هذا المعرض هو التنسيق بين احتياجات المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء والقطاع الخاص القطري، وحصل فيه توقيع العديد من العقود. الجدير بالذكر أيضا بأن بنك قطر للتنمية من باب الوصول للأسواق المحلية نشط في سنة 2016 و17 في تنظيم شيء اسمه معرض مشتريات، مؤتمر مشتريات اللي تم تحت الرعاية الكريمة لمعالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. مشتريات واحد اللي حصل في 2016 عرضنا فيه أكثر من 250 فرصة بقيمة تتجاوز 3 مليار ريال قطري. حجم الحصول على الفرص لم يتجاوز 150 مليون. فلقينا بأن أبو ناصر الفكر ما كان يعني منتشر عند رواد الأعمال بالدخول والمشاركة. صحيح. نظرا ليمكن قلة هذا النوع من المعارض وتوهم يعني أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في بداية الطريق في هذه. صحيح. في التعامل أيضا مع هذا النوع من المعارض، وأيضا أتوقع من أهم الأشياء المهمة في هذه المعارض تجهيز بروفايل خاص بالشركة نفسها بحيث أنه يتم التواصل بينها وبين الأشخاص اللي راح يشترون هذه المنتجات الوطنية. اللي بس النقطة اللي حابة أوضحها أخوي صباح، الشاهد على كلمة أن بعد الحصار كيف الوضع تغير. إحنا في 2016 حطينا أكثر من 3 مليار فرص تجاوزت 250 فرصة، عدد المساهمات أو عدد المشاركات أو عدد الحصول على العقود لما تجاوز 150 مليون. ففي نهاية كل سنة في اليوم الوطني إحنا دائما نراجع نفسنا شنو الأسباب عدم الحصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على العقود. ففي 2017 في شهر 4 لما عملنا معرض معرض مشتريات حطينا أكثر من 2000 فرصة، وقللنا عدد الفرص زاد لكن حجم الفرص قل لمليارين ونص ريال قطري. لكن لقينا بأن معظم الفرص تم الحصول عليها بعد الحصار. واليوم إحنا نتكلم في المراجعة السنوية حجم العقود اللي تم الحصول عليها تجاوز 700 مليون ريال قطري، وإحنا الآن ما سكرنا السنة. فإحنا قاعدين نشوف أن الحمد لله في عدد كبير من العقود الشركات القطاع الخاص القطري الكبرى والقطاع الحكومي قاعد ترسي محليا على شركات القطاع الخاص القطري، لأن هناك دائما في مبدأ اللي هو المساعدة والمساهمة والنيرتشرينج أو كيف احتضان الشركات القطرية وإيصالها إلى المستوى اللي تحتاجه. هذا هو الخير اللي احنا نتكلم عنه أبو ناصر، وأن رب ضارة نافعة. متواصلين معاك ونروح مع تقرير مشاهدينا الكرام، حيث تواصل الدولة نهجها المتبع في تنويع قاعدة الاقتصاد القطري ودعم تنافسية القطاع الخاص، هذا بالإضافة إلى تنويع أساليب الاستثمار غير الهيدروكربونية تنفيذا منها لسيادة وسياسة تنويع مصادر الدخل، وبعيدا عن الاقتصاد القائم على الدخل الواحد المعتمد على النفط والغاز. الإنجازات في مجال التنوع الاقتصادي لدولتنا قطر نرصدها لكم من خلال هذا التقرير، نتابع. تنفيذا منها لسياسة تنويع مصادر الدخل وبعيدا عن الاقتصاد القائم على الدخل الواحد المعتمد على النفط والغاز، تواصل الدولة نهجها المتبع في تنويع قاعدة الاقتصاد القطري ودعم تنافسية القطاع الخاص، بالإضافة إلى تنويع أساليب الاستثمار غير الهيدروكربونية. جهاز قطر للاستثمار واحد من بين تلك الاستثمارات غير الهيدروكربونية الذي أثبت متانته وقوته، إذ يمتاز بشراء أصول عالمية ذات طبيعة استراتيجية ومتنوعة، ما يجعل المحفظة الاستثمارية للجهاز أبعد ما تكون عن التعرض للهزات التي تصيب بعض القطاعات الاستثمارية في فترة لاحقة. وتقدر أصول جهاز قطر للاستثمار حول العالم بنحو 335 مليار دولار، ويحتل المرتبة التاسعة عالميا. ويبدو جليا أن ما تشهده الدولة من مشروعات ضخمة وحيوية في القطاعات كافة جعلها في مقدمة دول العالم الجاذبة للمستثمرين لكونها ذات بيئة خصبة للاستثمار. هذا ما أكده نظام رصد مشروعات الإنشاءات في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا Ventures On Site،
إذ جاءت قطر في المرتبة الثانية في قائمة أكثر الأسواق في العالم جاذبية للاستثمار في البنية التحتية، ما أسهم في زيادة هذه الاستثمارات هو قانون تنظيم رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي الذي يتضمن عدداً من المزايا يجعل من قطر مكاناً جاذباً للاستثمارات الأجنبية. وتشير آخر الأرقام أن الاستثمار الأجنبي المباشر في قطر بلغ أكثر من 137 مليار ريال، وذلك وفقاً لمسح الاستثمار الأجنبي الرابع في عام 2016 والذي أجرته وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بالتعاون مع مصرف قطر المركزي. ويبقى هذا النوع من الاستثمارات واحداً من بين المجالات التي تسهم في تنويع الدخل ودعم التنمية المستدامة في الدولة، وتحقيقاً للرؤية الوطنية التي تسعى لاقتصاد قادر على تلبية الاحتياجات وتأمين مستوى معيشي مرتفع لجميع سكان دولة قطر الآن وفي المستقبل. ويأتي تدشين معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية مشروع النافذة الواحدة لخدمات المستثمر، واحدة من بين المبادرات الحكومية التي تم إطلاقها في سبيل تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوجيهها نحو القطاعات ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني. تشكل بورصة قطر واحدة من بين قنوات الاستثمار المتنوعة، إذ تعد بورصة قطر مرآة للأداء الاقتصادي في البلاد بما تضمه من شركات مدرجة تمثل القطاعات النشطة اقتصادياً في الدولة. ويأتي لقاء معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية مع رؤساء مجالس إدارة الشركات المدرجة في البورصة تأكيداً على دعم الحكومة لنشاط أسواق المال. وتعمل البورصة على دعم الاقتصاد القطري من خلال تزويد المستثمرين بمنصة يقومون من خلالها بعمليات التداول بنزاهة وكفاءة. ولا شك بأن هذا التنويع في الموارد الاقتصادية للدولة من شأنه أن يحقق أهدافه في بناء اقتصاد يحقق الاستقرار والنمو المنشود. قطر تواصل السير نحو وصولها إلى مصاف الدول المتقدمة بإذن الله بسواعد أبنائها في شتى القطاعات والمجالات. أبو ناصر، شاهدنا هذا التقرير، نتحدث الآن عن أهمية التنوع الاقتصادي. أبو ناصر، أهمية عدم الاعتماد على النفط والغاز والاستمرار بإيجاد حلول بديلة، وفي خاصة في مسألة التنوع الاقتصادي وإيجاد أيضا مصادر دخل مختلفة في شتى القطاعات. طبعا أخوي صباح، يمكن ما أخفى عليك وعلى الأخوان والأخوات المشاهدين أن التنوع الاقتصادي هو هدف استراتيجي بالنسبة لنا في دولة قطر. نعم. ورؤية قطر الوطنية 2030 التي تقوم على 4 ركائز أساسية، أحد تلك الركائز هو مبدأ التنوع الاقتصادي. التنوع الاقتصادي المقصود به في هذا المجال هو بناء اقتصاد قائم على المعرفة، يعتمد على القدرة البشرية للمواطنين القطريين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة، ولا يعتمد على مصدر فوسيل فيول أو مصدر قابل للنضوب مثل النفط والغاز. دولة قطر عملت من خلال الخطط الوطنية الاستراتيجية 2011-2016 و2017-2022 على تحقيق النسب المقبولة من احنا. طبعا لا نزال نعتمد بشكل جيد على النفط والغاز، يعني اليوم احنا نتكلم على، لكن نزل الاعتماد على النفط والغاز من أكثر من 75% إلى اليوم نتكلم على أقل من 50% على مستوى الدخل القومي. فإحنا اليوم نتكلم على لا يزال يمثل جزء كبير، ولكن الرؤية الوطنية والأهداف الاستراتيجية وعمل كل منظومة الحكومة والمنظومة منظومة الدعم المتوفرة هي لتحقيق هذا التنوع الاقتصادي وبزيادة مساهمة القطاع الخاص. اليوم إحنا تكلمنا على القاطرة الاقتصادية في دولة قطر، الحكومة والرؤية تنص على أن القطاع الخاص القطري هو الذي سوف يقود تلك القاطرة، بمعنى أن لازم يجب تحقيق التنوع الاقتصادي من خلال أهداف استراتيجية واضحة. فاليوم لو تكلمنا على البنية التحتية، اليوم حنا نرى بأنه الحمد لله
ميناء حمد، البنية اللوجستية، المناطق اللوجستية والمناطق الاقتصادية والمناطق الحرة أيضا، مطار حمد أيضا، وأيضا توفير الوصول للخدمات سواء من كهرباء، من مياه، من احتياجات رئيسية، بنية تحتية أساسية متوفرة في الدولة على أعلى المستويات. لو تحدثنا عن المؤشرات العالمية، مؤشرات سهولة أداء الأعمال، مؤشرات الشفافية، قطر دائما في المركز الأول في مؤشر الشفافية على مستوى الشرق الأوسط. قطر تحتل دائما المراكز الأولى في مؤشرات سهولة أداء الأعمال. أيضا تحدثنا أو كان التقرير يتحدث عن البورصة القطرية وقوة أداء البورصة القطرية. كل تلك المعطيات تدل على قوة الاقتصاد القطري، وأكبر دليل على قوة الاقتصاد القطري الحصار الجائر الحاصل علينا في دولة قطر. راهنوا على ضعف الاقتصاد القطري وعدم قدرتنا على الاستمرار والصمود، ولكن الحمد لله أثبت الاقتصاد القطري وأثبتت الرؤية الحكيمة وقوة القطاع الخاص والقطاع الحكومي، قدرة القطاع الخاص القطري على المنافسة وعلى الثبات وعلى الصمود، وعلى أن يكون هو المزود الأساسي للخدمات والمنتجات الرئيسية التي تحتاجها دولة قطر. فإحنا اليوم الحمد لله نرى بأن هذا الحصار الجائر اللي وقع علينا، أرجع مرة ثانية، هو رب ضارة النافعة مثل ما تفضل سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، وأثبت لنا قوة الاقتصاد القطري وقوة القطاع الخاص القطري، وأنهم قادرين فعلا على قيادة قاطرة التنوع الاقتصادي. صحيح. بالنسبة لنا بإذن الله. صحيح. مناصر، سمو الأمير في أحد خطاباته في مجلس الشورى تحدث عن نقطة جدا مهمة، وهي مسألة التكامل بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي والحكومة، أهمية هذا الموضوع وأهمية يعني نشر هذه الثقافة، وأيضا إيصال الرسالة للمستثمرين والتجار في القطاع الخاص بأن لهم دور جدا أساسي ومهم وحيوي في مسألة التكامل الاقتصادي. الدولة لها سياسات وتضع السياسات وتدير الاقتصاد، لكن على الجانب الآخر مهم أن يتم تفعيل القطاع الخاص في مسألة الاستمرار في إيجاد فرص عمل جديدة، استمرار في طرح مبادرات جديدة في مجال الاقتصاد في شتى المجالات. يمكن أخوي صباحنا لاحظنا مثل ما لاحظ الجميع أن تفعيلا لرؤية سيدي سمو الأمير الله يحفظه، فعلا الحكومة بدأت في أنها تتراجع عن دور المنفذ وصارت هي الريجليتر أو المنظم، والقطاع الخاص القطري هو اللي أخذ دور التنفيذ. لاحظنا هذا أيضا من خلال بعض اللجان اللي أطلقتها الحكومة، مثل لجنة تنمية دور القطاع الخاص في مشاريع التنمية الاقتصادية واللجان المختلفة. فإحنا فعلا نرى اليوم بأن توجيه سيدي سمو أمير بلاد المفدى حفظه الله ورعاه واضح وصريح في قيام القطاع الخاص القطري بدور الأوبريتر أو المنفذ، ودور الحكومة بالريجليتر أو المنظم. احنا اليوم لو أخذنا زوم أوت على قولتهم وشفنا المشهد الاقتصادي لدولة قطر، نرى بأن في الفترة الماضية خلال خصوصا الخمسة إلى ست سنوات الماضية فعلا حصل هنالك دخول القطاع الخاص القطري في العديد من المجالات وبشكل أكبر، والحكومة بدأت فعلا تأخذ دورها كمنظم للقطاعات الاقتصادية المختلفة. جميل. شكرا لك بناصر، متواصلين معاكم مشاهدينا الكرام، لكن بنروح معاكم إلى فاصل قصير ونرجع نتابع معاكم حلقتنا في برنامج رؤية اللي نتناقش فيها عن إنجازات بلادنا قطر في التنوع الاقتصادي في السنوات الماضية. فاصل ونواصل. متواصلين معاكم في برنامج رؤية. يمثل بنك قطر للتنمية اليوم واجهة اقتصادية مهمة تلعب دورا رئيسيا في دفع عجلة الاقتصاد القطري من خلال الدعم الكبير الذي تقدمه لكافة المشاريع والشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال الخدمات المتعددة اللي يقدمها البنك، مما ساهم بشكل واضح ومهم بتنويع مصادر الدخل في الاقتصاد القطري. أبرز محطات بنك قطر للتنمية نتابعها معاكم في هذا التقرير. منذ تأسيسه عام 1997
وبنك قطر للتنمية يؤدي دوراً مهماً في تسريع عجلة التنويع الاقتصادي تحقيقاً لرؤيته في تطوير وتنمية رواد أعمال قطريين مبدعين من خلال مشاريع صغيرة ومتوسطة ناجحة وقادرة على التنافس في الأسواق العالمية، ولبناء اقتصاد قوي ومستدام ورفع المستويات الاجتماعية والاقتصادية في قطر. يركز بنك قطر للتنمية جهوده لدعم القطاعات اللانفطية كالتصنيع والتعليم والرعاية الصحية والسياحة والزراعة والثروتين الحيوانية والسمكية. ولعل ما يقدمه البنك من تسهيلات وخدمات استشارية وتمويلية بالإضافة إلى المبادرات التي يطلقها يعكس رسالته الرامية إلى تطوير عملية التنمية الاقتصادية. ومن بين هذه المبادرات مبادرة جاهز التي أطلق منها البنك نسختين، كل واحدة منها تضم العديد من المنشآت الخاصة بمختلف القطاعات الاستثمارية تقدم لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورجال الأعمال القطريين. وتوفر مبادرة جاهز لرواد الأعمال فرصة استئجار مصانع جاهزة للتصنيع في منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمساحة تتراوح من 2500 إلى 3000 متر مربع، وتشمل 32 منشأة صناعية. أما جاهز 2 التي تقدم 14 منشأة صناعية متخصصة للأنشطة الصناعية في قطاع المنتجات الغذائية والمشروبات في قطر، وتؤجر هذه المنشآت برسوم تشجيعية تبلغ 5 ريالات قطرية شهرياً للمتر المربع. وضمن جهود البنك التي يبذلها في مجال تنمية وتمويل الصادرات وذلك عبر برنامج تصدير، استطاع البرنامج خلال سنوات عمله منذ 2011 أن يصل بنسبة الصادرات القطرية غير النفطية إلى 14% من مجمل الصادرات. ولم يكتفي بنك التنمية بتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، بل إنه أخذ على عاتقه بالترويج لها عالمياً، إذ أنه استطاع في عام 2016 الوصول بحوالي 76 شركة قطرية صغيرة ومتوسطة إلى 6 معارض عالمية، وبلغت قيمة الصفقات التي تم عقدها حوالي 720 مليون ريال. ويأتي تنظيم البنك لملتقى المنتج الوطني تحت شعار اشتري المنتج الوطني انعكاساً واضحاً لما يبذله البنك في هذا الجانب، إذ يهدف الملتقى إلى تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على توسيع نطاق عملها وإيجاد فرص التوريد والشراء المحلية. وما هذا الملتقى إلا نموذجاً للعديد من المبادرات والاتفاقيات التي دائماً ما يحرص البنك على تنفيذها، سعياً منه لتفعيل دور القطاع الخاص والمساهمة في بناء اقتصاد تنافسي مستدام. شاهدنا معاكم هذا التقرير اللي تحدث عن بنك قطر للتنمية وأيضاً كيفية عطاء ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من مختلف المجالات. أبو ناصر، جهود كبيرة تقدم من خلال بنك قطر للتنمية، تقدر وتشكر، وأيضا يعني بالفعل نشاهد نقلة نوعية في دعم الصناعات الوطنية. من 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 الأهم الأهداف الموجودة عندكم أبو ناصر دعم الاقتصاد الوطني وأيضا تنويع مصادر الدخل ودعم المنتج الوطني. دعنا نلخص أداء بنك قطر للتنمية في الخمس سنوات الماضية أبو ناصر. طبعاً بنك قطر للتنمية والأداء اللي وصلنا له والإنجازات ما كانت لتتحقق لولا رؤية سيدي سمو أمير بلاد المفدح حفظه الله ورعاه وتوجيهات الكريمة بدعم القطاع الخاص القطري ورواد الأعمال القطريين. يمكن شهدنا من فترة بسيطة جائزة رواد قطر، وجائزة رواد قطر هي كانت تحت الرعاية الكريمة لسيدي سمو أمير بلاد المفدح حفظه الله ورعاه، وهذا يدل على اهتمام القيادة بريادة الأعمال والمشاريع القطرية الصغيرة والمتوسطة. اليوم لو تكلمنا على بنك قطر للتنمية وإنجازات بنك قطر للتنمية خلال الفترة الماضية، أيضا من الصعب أن نقول هي إنجازات من غير ما نقول أنها هي إنجازات حكومة
أو إنجازات منظومة متكاملة، ما كانت إنجازات جهة واحدة فقط. فلذلك هي منظومة متكاملة لدعم ريادة الأعمال في دولة قطر. يعمل بنك قطر للتنمية من خلال التعاون مع جهات متعددة، منها وزارة الاقتصاد والتجارة، منها وزارة الطاقة والصناعة، منها الوزارات المختلفة والهيئة العامة للسياحة وهيئة مناطق. بنك قطر للتنمية خلال الفترة الماضية، يمكن اللي حاب أن أوصل المعلومة بشكل سهل، نحن حرصنا على ثلاث أمور أساسية. تسهيل الوصول للمعلومات والتدريب لرواد الأعمال والقطاع الخاص القطري، ولو أخذناها بلغة الأرقام، بنك قطر للتنمية أطلق حاضنة قطر الأعمال اللي هي أكبر حاضنة أعمال في الشرق الأوسط في سنة 2014. والحاضنة هذه تم إنشائها بالتعاون مع دار الماء الاجتماعي. فكان سبب إنشاء هذه الحاضنة هي تسهيل وصول رواد الأعمال القطريين للبيئة اللي يحتاجونها لبدء مشاريعهم وتحويل أفكارهم إلى مشاريع على أرض الواقع. الحاضنة اليوم اللي تخرجوا منها أكثر من 250 رائد أعمال قطري. الحاضنة فيها العديد من الورش الصناعية، ونقدم فيها برامج كل 10 أسابيع يطرح برنامج اللي هو لين ستارت أب بروجرام. لو أخذنا مركز بداية اللي أنشأ بنك قطر للتنمية بالتعاون مع مؤسسة صلتك، مركز بداية يحرص على دعم رواد الأعمال الصغار في السن، فإحنا نتواصل معهم في المدارس لتغيير فكرة أن اليوم أنا بخلص بصير موظف. اليوم إحنا نشجع أبنائنا وبناتنا في المدارس على أن أنت تخلص دراستك ممكن تصير تبتدي مشروعك، تصير أنت رئيس عملك بنفسك. عدد الناس اللي حصلوا على التدريب من قبل مركز بداية تجاوز 3500. ما شاء الله. اليوم إحنا نتكلم على برامج تدريبية ورش قدمها بنك قطر للتنمية، تجاوز عددها 100 ورشة و100 دورة تدريبية، استفاد منها أكثر من 5500 رائد ورائدة أعمال قطري. لو أخذنا المبدأ، وطبعا غير توفير التقارير والمعلومات، اليوم إحنا نتكلم على تقارير عن قطاعات مختلفة، قطاع إدارة النفايات وما هي الفرص المرتبطة بقطاع النفايات، قطاع الأغذية وما هي الفرص المرتبطة بقطاع الأغذية. بناصر، سؤال عذرني على المقاطعة، هل هناك مثلا جهة عندكم في البنك تساهم في إيجاد صناعات جديدة أو إيجاد قطاعات جديدة يمكن ما تم الدخول لها في المشاريع في قطر، تساهم أيضا في تشجيع تنويع القطاعات الموجودة في البلد؟ صحيح، يمكن احنا عبر وكالة توطين أو عبر إدارة توطين الأعمال في بنك قطر للتنمية نوضح الفرص المرتبطة بتوطين الأعمال للقطاع الخاص القطري ورواد الأعمال القطريين. جميل. ومن خلال المؤتمرات والملتقيات المختلفة، سواء كانت مشتريات واحدة أو مشتريات اثنين، نوضح احتياجات القطاع الحكومي ومن ثم طرح تلك الفرص للقطاع الخاص. كيف بناصر تتم هذه الطريقة؟ طبعا احنا مثل شركة الريل، صار في تعاون مع شركة الريل وتم طرح أكثر من 125 فرصة مرتبطة بمشروع الريل كبروجكت بروفايلز أو مشاريع مخصصة. جميل. وتم عمل أكثر من 3 ورش القطاع الخاص القطري، تعريفهم بهذه الفرص، يتم تعريفهم بتلك الفرص، تكون شركة الريل موجودين معنا، شركة قطر شل أيضا تم التعاون مع شركة قطر شل وطرح العديد من الفرص. جميل. لرواد الأعمال القطريين عبر ورش مختلفة. بالنسبة لنا في بنك قطر للتنمية هذا ongoing business أو عمل مستمر. لا يرتبط فقط بمشروع واحد أو مشروعين. فاليوم إحنا لو نرجع على تسهيل إيصال المعلومة لرواد الأعمال أو القطاع الخاص القطري، إحنا نتكلم على، أرجع مرة ثانية، 3 معضلات رئيسية. المعضلة الأولى هي الوصول للمعلومات والوصول للتدريب، وتكلمنا على شق الوصول للتدريب والوصول للمعلومات عبر الورش المختلفة، عبر مثل الملتقيات اللي إحنا ننظمها مثل مجلس رواد الأعمال اللي يتم فيه مناقشة رواد الأعمال القطريين وإيصال المعلومات اللي يحتاجونها، معلومات سوقية وغيرها. اليوم بنك قطر للتنمية من خلال خدماته، أي رائد أعمال قطري أو صاحب مشروع من الممكن أن يتواصل معنا في البنك للسؤال عن دراسات الجدوى، للسؤال عن قطاعات مختلفة في الدولة، نوفر له من خلالها المعلومات المطلوبة. رواد الأعمال القطريين قادرين على تحقيق أو إنجاز دراسات جدوى. بنك قطر للتنمية يدفع 50% من قيمة دراسة الجدوى، ورائد الأعمال يدفع 50% من قيمة دراسة الجدوى، ونشترك معاه لمدة 4 أسابيع إلى 6 أسابيع في تدريبه وتطويره وإيصاله إلى أن المشروع هذا قابل للتطبيق أو غير قابل للتطبيق. جميل. المعضلة الثانية أو الإشكالية الثانية اللي بنك قطر للتنمية ينشط في حلها هي الوصول للتمويل. وصدقني يا أخوي صباح، الوصول للتمويل عمره ما كان هو المعضلة، الوصول للتمويل عمره ما كان هو المشكلة. اليوم احنا نتكلم عن تمويل مباشر من قبل بنك قطر للتنمية، تجاوزت المحفظة فيه حاجز 8.5 مليار ريال قطري. نتكلم على محفظة الضمانات، احنا نضمن عبر برنامج الضمين 85% من القروض مع البنوك الشريكة، وعندنا 14 بنك شريك اليوم في الدولة. تجاوزت محفظة الضمين 1.5 مليار ريال قطري. احنا نتكلم على ضمان الصادرات، اليوم الصادرات القطرية، احنا نضمن الصادرات القطرية ضد المخاطر السياسية ومخاطر الإفلاس من المشترين العالميين.
وصلت محفظة الضمانات أكثر من 650 مليون ريال قطري. إحنا اليوم عندنا صندوق استثماري، لأن رائد الأعمال القطري إذا ما حب أنه يأخذ قرض أو دين على نفسه من الممكن أنه يشارك مع بنك قطر للتنمية في مشروع إذا كان مشروع قائم على الابتكار. صحيح. ومحفظة تتجاوز 365 مليون ريال قطري. المعضلة الثالثة اللي احنا اليوم نحاول نحلها في بنك قطر للتنمية هي الوصول للأسواق، سواء كانت أسواق محلية أو أسواق عالمية. الأسواق المحلية عبر تنظيم المشتريات، التعاون مع وزارة المالية في تنظيم المشتريات المحلية، إطلاق المنتديات والمؤتمرات مثل مشتريات واحد ومشتريات اثنين. وأيضا كان في دور كبير لوزارة المالية والحكومة في القانون، قانون رقم 2000، القانون اللي تم سنه من قبل سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني حفظه الله ورعاه في سنة 2015، القانون رقم 24 لتنظيم المشتريات والمزايدات الحكومية. نعم. المادة رقم 14 من هذا القانون تنص على أن المؤسسات القطرية الصغيرة والمتوسطة تعفى من الضمانات المالية. جميل. اللي هي البيد بوند والبرفورمانس بوند والأدفانس بيمنت جارانتي، وهذا يعطي دفعة كبيرة. احنا اليوم تم تسهيل كبير. صحيح. للشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة. صحيح. في الدخول في المناقصات الحكومية. فإذا تكلمنا اليوم على المشتريات الوطنية وتوضيح الفرص، بنك قطر للتنمية ينشط من خلال الدورات التدريبية ومن جميل. خلال الورش المختلفة في إيصال المعلومات هذه لرواد الأعمال. لكن السوق العالمي، احنا اليوم نصر في وكالة قطر لتنمية الصادرات اللي هي الذراع التصديرية لبنك قطر للتنمية على فتح الفرص في الفرص العالمية للمنتجات القطرية، لأن احنا اليوم نبي المنتجات القطرية تنافس على مستوى عالمي. زين أبو ناصر، خلنا نركز على هذا الجانب، الجزء الثالث. أنت تحدثت عن الوصول إلى التدريب، الوصول إلى التمويل، الوصول إلى الأسواق. الوصول إلى الأسواق شقين، شق المحلي والشق الخارجي. كيف من الممكن أن نصل بمنتجات قطر إلى الأسواق العالمية على الرغم من أن هناك منافسة شديدة في الخارج؟ كيف يتم تأهيل الشركات الصغيرة والمتوسطة للدخول بقوة في الأسواق العالمية؟ اليوم احنا نتكلم على أسواق واعدة. نعم. احنا من خلال طبعا عقد اللقاءات الثنائية بين المصدرين القطريين والمشترين من الجهات الأخرى، لو أخذنا على سبيل المثال السوق المغربي، سوق واعد جدا. بنك قطر للتنمية خلال الفترة الماضية قدرنا أن نأخذ العديد من الشركات القطرية إلى السوق المغربي، السوق التونسي والسوق الجزائري. إحنا عندنا في شهر 12 تريد ميشن مأخذين أكثر من 16 شركة قطرية إلى السوق الجزائري. اللي يحصل كالتالي، إحنا نحلل، لو أخذنا على سبيل المثال السوق الجزائري، نحلل السوق الجزائري، حجم الاستيراد اللي يحصل في الجزائر، نوعية المنتجات اللي يستهلكونها في الجزائر. نعم. قدرة المنتج القطري على المنافسة هناك، التريد أجريمنتس أو اتفاقيات التجارة المشتركة، ومن ثم نأخذ المصدر القطري إلى المستورد الجزائري بربطهم ببعض. جميل. المنتجات القطرية والحمد لله على أعلى مستوى، احنا لقينا بينها قادرة على المنافسة. اليوم احنا نبيع في البرازيل، اليوم احنا نبيع في الأرجنتين، احنا نبيع في أمريكا الشمالية، احنا نبيع في أمريكا الجنوبية، احنا نبيع في أوروبا. فالمنتجات القطرية عبر الشبكات المختلفة، بنك قطر للتنمية خلال الفترة الماضية أيضا دخل في الشبكة الأوروبية، شبكة المؤسسات. صحيح. الأوروبية. صحيح. اللي تسهل وصول المنتج القطري لأكثر من 62 دولة وأكثر من 3000 خبير قادرين على مساعدة المنتجات القطرية. نعم. اللي حاب أقوله أو المسج اللي حاب أوصله أخوي صباح، إنه ما في limitations، ما في حدود، الحمد لله. قدرات المصدرين القطريين قدرات عظيمة، توفير الآلية والبلاتفورم المناسب لهم هو اللي احنا نحرص عليه في بنك قطر للتنمية. وبالفعل ابو ناصر، يعني احنا الحصار او الأزمة اللي جات لبلادنا قطر، اللي احنا نتفق جميعا بانها خير لبلادنا قطر، اظهرت مشاهدينا الكرام طاقات شبابية واعدة، طاقات من شبابنا وشاباتنا في مختلف المجالات، اظهرت مبادرات مميزة اثبتت نجاحها في هذه الفترة. ومن هذه المبادرات اللي شاهدنا تميزها ايضا المشاركة في المعارض اشتري المنتج الوطني. وبالفعل ابو ناصر، يعني قبل الحصار يمكن ما كفي في الاسواق المحلية في السوق او في الجمعيات كنا نشوف منتجات معينة، الان شفنا نشوف تنوع في المنتجات الموجودة، شفنا يعني زيادة في الخيارات الموجودة، وكأن هذا الموضوع أتاح خيارات زيادة للأسر الموجودة وعطاها خيارات، مزيد من الخيارات يعني أخذ راحتها بالاختيار بين المنتج الوطني والخارجي. وشاهدنا شركات قطرية أثبتت نجاحها وتميزها في هذه الفترة، ولربما هذه من الأمور اللي أنتم كنتوا شغالين عليها من السابق وظهرت بشكل واضح في هذه الفترة أبو ناصر. صحيح. يمكن احنا الفترة الماضية نشط البنك مع العديد من رواد الأعمال والمشاريع القطرية في القطاع الخاص، ويمكن تكلمنا على بعض القطاعات الرئيسية اللي حرص البنك على دعمها مثل الثروة الحيوانية والثروة السمكية والثروة الزراعية، فكان لها دور كبير
بعد سد الحصار في سد بعض جزء من الاحتياجات الوطنيه، وشهدنا مثل مزرعه عذبه ومثل الداندي وغيره وغيره اللي تم دعمها من قبل بنك قطر للتنميه. خلال الفتره الماضيه ايضا زادت حجم انتاجها وزادت حجم توفيرها للاحتياجات المحليه. احنا اليوم نتكلم على قدره قطاع خاص قطري، الاليه متوفره، البنية التحتية متوفرة. أنا أتوقع بإذن الله خلال الفترة القادمة، إحنا اليوم نتكلم على مناطق حرة، على مناطق اقتصادية، وعلى ميناء على أحدث طراز وعلى أحدث مستوى، وعلى توفير معلومات وتوفير تمويل، كل شيء متوفر الحمد لله. الدور الباقي على القطاع الخاص القطري اللي فعلا إحنا رأينا بأنهم أخذوا زمام المبادرة وقادرين على تحقيق المطلوب منهم بقيادة قطرة التنوع الاقتصادي بإذن الله. نعم، متواصلين معك سيد عبد العزيز بن ناصر الخليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، ومتواصلين معكم مشاهدينا الكرام في برنامج رؤية، لكن بنروح معكم إلى فاصل قصير ونرجع نتابع معكم حلقتنا اللي نتحدث فيها عن دور التنوع الاقتصادي في الدولة خلال السنوات الماضية. فاصل ونواصل. تعتبر المناطق اللوجستية واحدة من المشاريع الاستثمارية الكبيرة والعديدة التي اهتمت بها الدولة وقدمت لها الكثير من التسهيلات لما يمكن أن تلعبه تلك المناطق اللوجستية من دور كبير في تعزيز قطاع الاستثمار في الدولة. وتعد شركة المناطق الاقتصادية مناطق المطور والمشغل الرئيسي للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الصناعية وأيضا المناطق اللوجستية ومناطق التخزين في الدولة. ولا شك بأن هذه المناطق تعكس نهج الدولة المتبع في تنويع قاعدة الاقتصاد الإقطري ودعم تنافسية القطاع الخاص. إنجازات شركة مناطق نتابعها معاكم في التقرير التالي. تعمل شركة المناطق الاقتصادية مناطق ومنذ تأسيسها عام 2011 بالإسهام بتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية التي تعد إحدى الركائز الأربعة لرؤية قطر الوطنية 2030. وتعد مناطق المطور والمشغل الرئيسي للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الصناعية والمناطق اللوجستية ومناطق التخزين في الدولة. وتعكس هذه المناطق نهج الدولة المتبع في توزيع قاعدة الاقتصاد القطري ودعم تنافسية القطاع الخاص. في عام 2014 تم وضع حجر الأساس لمنطقة راس بوفنطاس الاقتصادية والتي تبلغ مساحتها نحو 4 كيلومترات مربعة وتقع بالقرب من مطار حمد الدولي، وتمتاز بموقعها المثالي للأعمال التي تستدعي التواصل على مستوى دولي كالصناعات النظيفة والقطاع الصحي والدوائي وصناعة الأجهزة الطبية والصناعات التكنولوجية والخدمات اللوجستية المرتبطة بالشحن الجوي. ومن شأن منطقة راس بوفنطاس الاقتصادية أن تكون وجهة مثالية للمستثمرين في القطاع اللوجستي والقطاع الصناعي وذات بيئة أعمال متكاملة تستقطب أفضل الخبرات والمواهب في جميع أنحاء العالم. ثاني المناطق الاقتصادية هي منطقة أم الحول والتي تم وضع حجر أساسها يوم 2 مارس من عام 2015، وتشغل منطقة أم الحول الاقتصادية مساحة تزيد عن 30 كيلومترا مربعا، وتمتاز بموقعها الاستراتيجي القريب من ميناء حمد جنوب مدينة الوكرة وشمال منطقة مسعيد الصناعية. وتحتضن منطقة أم الحول الصناعات الملاحية والبحرية في منطقة مرسى أم الحول والتي توفر حرية النفاذ السهل إلى الواجهة المائية، كما ستضم منطقة أم الحول في المرحلة الأولى منها مصانع متنوعة في قطاع الأغذية والمشروبات والسيارات والتشييد والبناء والمعادن والآلات وغيرها الكثير التي يمكنها أن تعمل في بيئة جامعة وبتسهيلات متميزة، وذلك بفضل المرافق العالية المستوى التي توفرها المنطقة.
ويأتي تصميم منطقتي راس بوفنطاس وأم الحول الاقتصادية هذا ليخلق بيئة صحية توازن بين العمل والحياة بصورة فريدة من نوعها من خلال توفر المتاجر وصالات العرض ومساحات المكاتب والخدمات السكنية من فنادق وشقق فندقية ومراكز الخدمات، فيما تتوزع المناطق اللوجستية على 4 مناطق، وهي منطقة جري السمر المصممة لتكون منطقة رئيسية لتوزيع السلع والبضائع، أما المناطق 3 بركة العوامر وأبا صليل والوكرة فتضم 119 قطعة أرض تجارية تخدم المنطقة بشكل عام والعاملين فيها بشكل خاص. بالإضافة إلى هذه المناطق فإن شركة مناطق تقوم بإدارة منطقة مسيعيد الصناعية، كما وتقوم مناطق برعاية 4 مناطق تخزين من أجل إتمام نشاطاتها اللوجستية، وتكمن المهمة الرئيسية لشركة المناطق في توفير بيئة عمل عالمية المستوى تمكن المستثمرين المحليين والأجانب من تقديم منتجات وخدمات ذات قيمة مضافة للأسواق المحلية والإقليمية والدولية. بالفعل دور كبير تقوم فيه شركة مناطق في تنويع وأيضا توفير البنية التحتية اللازمة لكل التجار والمستثمرين في بلادنا قطر سواء من الداخل أو من الخارج. نرجع مع ضيفنا عبد العزيز بن ناصر الخليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية. أبو ناصر، لعل من أهم الأمور التي يجب توفرها في أي دولة نامية وأي دولة يكون من أهدافها الرئيسية تنمية القطاع الاقتصادي الموجود في البلد هي توفير البنى التحتية للاقتصاد من خلال المناطق اللوجستية وكل هذه الأمور اللي يمكن تحدثنا عنها من شوي، وأيضا الاستمرار في رفع مستوى البنية التحتية الموجودة في الدولة. صحيح، يمكن احنا تكلمنا على الاحتياجات الرئيسية لأي قطاع خاص أو أي بيئة منافسة للأعمال. احنا اليوم نتكلم على 5 احتياجات رئيسية، نتكلم على وصول لمعلومات ووصول لتدريب لازم، وصول للتمويل، الوصول للأسواق سواء كانت أسواق محلية أو عالمية، الوصول أو بيئة الأعمال المناسبة سواء كانت بيئة لوجستية وبنية تحتية والبيئة القانونية المناسبة. فأتكلم على آخر نقطتين اللي هي بيئة البيئة اللوجستية أو بيئة البنية التحتية. البنية التحتية المناسبة اليوم الحمد لله في دولة قطر احنا نشوف بأن لو أخذنا ميناء حمد على سبيل المثال، طبعا وهو أيضا كان ثمرة إنتاج أو إنجاز الميناء بشكل سريع، هو أيضا هذا الحصار الجائر الواقع علينا في دولة قطر. وكل التحية للإخوان القائمين على هذا الميناء على قدرتهم على إيصال الميناء لمرحلة التنفيذ والإنجاز خلال فترة قصيرة صراحة. الميناء على أحدث مستوى قادر على سد الاحتياجات المحلية من الاستيراد، وأيضا لديه قدرة كبيرة تصديرية، ولقينا بأن هنالك تخطيط مناسب بوجود المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة adjacent أو بجنب الميناء. فإحنا نشوف أن اليوم البنية التحتية اللي يحتاجها القطاع الخاص سواء للقدرة التصديرية أو توفير الاحتياجات المحلية متوفر. كل التحية أيضا لإخواننا في مناطق على قدرتهم على إنجاز مشاريع المناطق خلال فترة قصيرة. إحنا نتكلم على مناطق لوجستية وعلى مناطق اقتصادية تم توفيرها وتنفيذها من توفير البنية التحتية المناسبة وتوفير الدعم المناسب. يمكن رأينا أيضا خلال الفترة الماضية قرارات معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الموقر الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني اللي كانت لدعم القطاع الخاص القطري من خلال إعفاء المناطق اللوجستية من الأجارات وتخفيض الأجارات في المناطق الاقتصادية، وأيضا إعفاء المصانع المنتجة الحاصلة على قروض من قبل بنك قطر للتنمية لمدة 6 شهور. صحيح، هذه بناصر شجعت رواد الأعمال في أنهم يتم تحفيزهم أكثر وأكثر للدخول في هذه الفرص الموجودة، خاصة في بأن هناك فرص عديدة موجودة في الاقتصاد القطري للتجار القطريين. بناصر، صحيح، هي آلية تحفيزية. هي اليوم الرسالة واضحة، الحكومة تقول للقطاع الخاص أن اليوم الفرصة متوفرة، الآليات الدعم متوفرة، البنية التحتية متوفرة، الدور الباقي على القطاع الخاص القطري. صحيح، بأخذ زمام المبادرة. وإحنا نشوف الحمد لله بأن القطاع الخاص القطري سواء اللي أخذ زمام المبادرة سابقا ونفذ المشاريع اليوم قاعد يحصد ثمار ما زرعه، وأن القطاع الخاص القطري أو رواد الأعمال اليوم قاعدين يشوفون الفرص المتوفرة أمامهم، البنية التحتية المناسبة،
الميناء وايضا مطار حمد اللي المفروض ما ننساه ايضا على احدث طراز وعلى احدث صحيح. مستوى، وايضا البنيه التحتيه الداخليه سواء من مشاريع ريل ومشاريع طرق مختلفه، هذه كلها توفر لرواد الاعمال، توفر للمشاريع القطريه الصغيره والمتوسطه، القطاع الخاص بشكل اكبر، القدره التنافسيه سواء كانت قدره على توفير المحتياجات المحليه او القدرة التصديرية أيضا بإذن الله. صحيح بناصر، قبل الختام يعني لربما في هذه الحلقة في برنامج رؤية تحدثنا عن أمور كثيرة في بنك قطر للتنمية وأيضا في الاقتصاد وأهمية تنوع الاقتصاد في بلادنا قطر، نتفق بأن الكرة الآن في ملعب الشباب، نتفق بأن الكرة الآن في ملعب كل رواد الأعمال ورواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة في مسألة رد الدين لبلادنا قطر، في مسألة الاستمرار في طرح المبادرات الإيجابية التي تخدم رؤية وتوجه بلادنا قطر، لأن بالفعل احنا شاهدنا أن اللي بقى لبلادنا قطر أثناء الحصار وأثناء الأزمة هم عيالها وهم شبابها وهم المواطنين والمقيمين الموجودين على هذه الأرض الطيبة، واللي بالفعل سمو الأمير في خطابه في الأمم المتحدة عبر عن اعتزازه بشعبه والمقيمين على أرضه، فهذه رسالة بأن نبذل المزيد من الجد والجهد والاجتهاد لرد الدين لبلادنا قطر خاصة في هذه الفترة والفترة المقبلة بإذن الله. كلمة ختامية بهذا الخصوص بناصر. طبعا احنا اليوم انا الحمد لله سعيد جدا بمستوى ريادة الاعمال في دولة قطر ومستوى رواد الاعمال القطريين والشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة. نعم. المطلوب منهم طبعا اكثر، وهما قد التحدي، وفعلا قاعدين نشوف ان القطاع الخاص القطري وخصوصا رواد الاعمال اصحاب المشاريع القطريه الصغيره والمتوسطه قادرين على المنافسه. انا ما اتكلم منافسه على مستوى محلي فقط، اتكلم على المنافسه على مستوى عالمي. رياده الاعمال والحمد لله في دوله قطر تحظى على اهتمام كبير من قبل سيدي حضره صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني امير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وعلى اهتمام الحكومه الموقره من قبل معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخليه الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفه ال ثاني وايضا الوزراء المعنيين، فهنالك اهتمام كبير من قبل الحكومه، توفير بيئه تنظيميه مناسبه، توفير بيئه دعم وتنميه مناسبه، وتوفير البنيه التحتيه الموائمه. فلذلك احنا اليوم نقول الدور الباقي على رواد الاعمال القطريين، الدور الباقي على الشركات القطريه الصغيره والمتوسطه، هم قد التحدي، احنا شفناهم بعد الحصار وشفنا كيف انهم قدروا فعلا انهم يكونون مزود كبير للاحتياجات المحليه، ونرى بان بالمستقبل لهم باذن الله وهم قادرين على المنافسه، ما اتكلم على مستوى محلي فقط، على مستوى عالمي. حاب اختم ايضا بشكر صراحه، شكر لكم على هذه الاستضافه واجب. وايضا بنك قطر للتنميه ما قدر يوصل الى هذه الانجازات من غير الدعم الكريم من قبل سيدي حضره صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني حفظه الله ورعاه، والحكومه الموقره بقياده الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفه ال ثاني معاليه الموقر، وايضا فريق بنك قطر للتنميه يستاهل، الفريق اللي يعمل ليلا ونهارا لتحقيق رؤيه بنك قطر للتنميه صحيح. في ايصال رواد الاعمال القطريين للاحتياجات اللي يحتاجونها، فأقدم لهم كل الشكر لفريق بنك قطر للتنمية على كل الخدمات اللي هم قاعدين يأدونها، وإحنا نأمل منهم المزيد بإذن الله، وكل عام أنتم بخير، وبإذن الله نشوف إن شاء الله أنت أخوي صباح وقناة الريان من تقدم إلى تقدم بإذن الله. شكرا لك، ومن نجاحات إلى نجاح، النجاحات في بلادنا قطر بإذن الله. في نهاية حديثنا نشكرك السيد عبد العزيز بن ناصر الخليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، شكرا لتواجدك وحضورك معنا في برنامج رؤية. سعيد جدا، شكرا لك. شكرا لك. مشاهدينا الكرام، هكذا استعرضنا وياكم بعضا مما قدمته بلادنا قطر في القطاع الاقتصادي اللا نفطي في الأعوام القليلة الماضية، وما هي إلا استمرار لعملية تنمية وتطوير وقافلة بناء وتعمير تأبى أن تهدأ أو تستكين قبل أن يؤتي ويؤتى أكلها، وهي تكون دوحة الخير وقطر فخرا ليس لكل قطري فحسب بل لكل عربي أيضا. فمن الله.